وفي شارع المعز لدين الله الفاطمي كمان هناك مكان يعتبر منارة رغم عمره القصير لكل أنواع الفنون بيت الشاعر. وأعتقد كل من زار هذا الشارع يعرف بيت الشاعر رغم أنه بدأ إنشاؤه أو اعتمد كبيت سنة 2010 وأصبح بيضم كل الأطياف. تلاقي الشاعر وتلاقي العواد وتلاقي الفنان وتلاقي الرسام. أعتقد أنه منارة حقيقية. والفضل بعد المولى عز وجل بيرجع للإعلامي والشاعر المعروف الأستاذ جمال الشاعر. أستاذ جمال أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب، نورتنا في بيت الشاعر وفي الجمالية وفي شارع المعز لدين الله الفاطمة. المكان عبقري بجد، والفكرة كل الدنيا دي تقدمت بفكرة، وأزعم أن دي واحدة من الأفكار دي يا أستاذ جمال. والله هقول لك، شوف في المكان اللي احنا قاعدين فيه لما جه الدكتور أسامة الباز قال لي بقول لك ايه، هي دي مصر مش اي حتة تانية، هي دي. محمد صبحي نفس الحكاية، لا دخل هنا في الحارة اللي داخلة على بيت الشاعر، عملنا حاجة اسمها حبل الغسيل. حبل الغسيل، حبل غسيل فعلا. نشرنا حبل غسيل في الشارع. احنا دلوقتي عندنا أزمة نشر، اللي بيكتب قصيدة مش عارف ينشرها واللي عنده فكرة أو كتاب مش عارف ينشره. فقلنا طيب احنا هنعمل منشر ودار نشر في الشارع، فعملنا حبل غسيل في الحارة كلها، وعلقنا عليه بنطلون وجنب البنطلون قصيدة، وجنبيه جلابية، وجنبها لوحة، وجنبيها قميص، وجنب القميص مقالة، وهكذا. فالحالة كلها انه الناس بتحس ان هذه هي القاهرة او بيت العيلة بتاع القاهرة. شارع المعز، انت هنا بتتكلم اولا السلطان قلاوون 1300 سنة، بترجع يعني 700 سنة فاتوا، 1300 ميلادية. هنا السلطان قلاوون ده وشارع المعز، المعز نفسه هو اول واحد عمل قاعدة زي دي. يعني المعز لدين الله الفاطمي عمل كده، امال ايه؟ هو يعني سبقنا شويه طبعا سبقنا كتير. فكان يجي هنا يعمل ايه؟ يجيب المسيحيين واليهود علمائهم والمفكرين وكل التجار الكبار والعلماء ويقعدهم في مجلس ويبدا حوار بينهم. وفي قصه بيحكوها ان اليهود قالوا له على فكره في الانجيل في ايه بتقول لو الواحد مؤمن مسيحي حقيقي لو الجبل يتحرك هيتحرك. ايوه. فقال للبطريرك اللي موجود طب رد بقى على اليهود، قال له طب اعمل ايه؟ فراح في القاهره القديمه عند الكنيسه المعلقه وقعد سال الناس ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين قيل الاسطوره بتكتمل ان فعلا مسيحي مصر يعني دعوا الله سبحانه وتعالى، فنقل جبل المقطم الى مكانه الحالي كان ناحيه السيده زينب. يعني الاسطوره بتقول كده. على اي حال انت هنا في موقع رائع جدا، المعز لدين الله الفاطمي. اولا ده السلطان قلاوون واحد من اكبر البنائين، بنا محترم، والمعماريين اللي عمل عماره جباره، وتمشي لغايه السبيل بتاع عبد الرحمن كتخدها سبيل الميه طبعا كانت حاجه عمله نادره يعني كانت وما زالت طالما احنا داخلين في حروب مياه. فانت ماشي كل حاجه هنا في الشارع ده حدوته، حتى التجار الكراسي اللي احنا قاعدين عليها انا ده مسميه ايمن ارابيسك على طول. كل واحد بالمهنه بتاعته. محمود الخباز بتاع الفرن اللي تحت، دول متورثينها بقى يا استاذ جمال. طبعا يعني طبعاً. العيله محمود الخباز ده ابا عن جد، وهكذا. عمك بشير النحاس ابا عن جد، يحكي لك تاريخ طويل جدا، وتاريخ بقى من انت عارف الصنايعيه اللي هم يقول لك ايه، متأصلين جدا. بيحكوا عن واحد هنا من الجواهرجيه جاله حد غني قوي شربندر تجار، وقال له اعمل لي شبكه لعروستي وبتاع. عمل له حاجه بديعه، كام يا عم؟ 10,000 جنيه. ماشي اوكي اتفضل 10,000 جنيه. فهو بيلف له الذهب كده، بص قال له لا استنى، في عيب في الصنعه انا هصلحها. قال له لا انا مستعجل والصنعه عجباني ورائعه وبارك الله في مرزقك، وانا اخدها وامشي وخد ال 10,000 جنيه. قال له لا، قال له لا تستنى اصلح العيب اللي في الصنعه بتاعتي، تاخد فلوسك وتمشي. فالراجل اتجنن، قال له انا قابل، ما بين البايع والشاري يفتح الله، انا قابل، اديني البضاعه، سيبنا امشي. قال له لا دي صنعتي وانا امين عليها. قال له طب قول لي ليه، يعني انت بتعمل كده؟ شوف بقى قال له ايه، قال له ان الله اعطاني صنعه اخشى ان انا اهملت فيها وفرطت فيها ان يسلبها مني.
شايف الصناعية بقى الحسن. يا سلام لو ده شعار يعني 50% من الصناعية كانت حالنا تغير. السباكة ما تضربش في البيوت ولا يعني الدنيا تبوظ. كان عقد مثلا زي يعني هنخرج برموضوع ثانية اللي اتعمل مع إيطاليا إن العمالة الماهرة المصرية تروح هناك. صح. مش لاقيين ناس نوديها. أيوة. رغم إنه الناس زهقوا من كتر الناس اللي بتحاول هجرة غير شرعية. قالك طب خليها شرعية. طبعا. ما نفعتش الشرعية. أه؟ طب احكي لي بقى حدوتة بيت الشعر إزاي جت لحضرتك يا أستاذ جمال؟ أنت هنا لما بتمشي في المنطقة في سحر ما. يعني كأن النداهة ناديتني. حقيقة. كنت أجي الساعة واحدة بالليل واتنين بالليل وأقعد أدور في يعني 25 سنة بلف في المنطقة دي وأنا جدودي وتجار كانوا عايشين هنا وفي ديكيرنس ومن هنا لهناك دايما في حركة تجارة. فباختصار شديد كنت أحس إن في حالة نفسية في طاقة. سألت بقى الناس بتوع العمارة وسألت الناس بتوع التاريخ فقال لك إنه البيوت فيها طاقة يا إما طاقة إيجابية يا إما طاقة سلبية. ده حقيقي. آه. فكل أنا قعدت أفكر كده لقيت إن كل حجر في البيوت دي فيه نفس حلو. فيه نفس حلو. ناس بتحب البلد دي. بتحب يعني المكان اللي احنا قاعدين فيه والصورة ممكن بقى تبين. الحيطة اولا ارتفاع 6 متر. ايوه. وكل اوضة الاوضة اللي احنا فيها فيها 3 بيبان. وثلاث شبابيك. الناس كانوا مش عايزينها بخنقه زي ما احنا عايشين. كل حاجه مفتحه خنقه صعبه. آه. جدا. والارتفاع ده بيدي كمان تهويه رائعه مش محتاج تكييف واضاءه ممتازه. طيب بدات الفكره ورايح جاي بتقول 25 سنه. آه. بيت الشعر جيم ده كان ملككم اصلا؟ لا هي الفكره انه كان زمان الاجداد عندهم يعني تجارة هنا في المنطقة. أيوة. فكأنه يعني هقول لك الجينات الوراثية بتشتغل بقى. طبعا. فعايز أعيش هنا. الغيطاني كل ما يقابلني يقول لي بقى أنت تلف الدنيا كلها بعدين تيجي هنا تعمل بيت شعر وأنا اللي عايش هنا في المنطقة دي ما عملش حاجة زي كده ويضحك. الفكرة إيه؟ أنه بصراحة بأمانة أقول لك يعني كنت حاسس أن في مشكلة في حكاية الثقافة دي. الثقافة بقت في برج عاجي والمثقفين في برج عاجي. وافتكرت الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. يعني إيه نحتفي أحيانا؟ يعني نمشي حفاة. طب ده صحابة الرسول عليه السلام ده سيدنا أبو بكر ده الصحابة الكبار سيدنا عمر كل دول يعني ده مبشرين بالجنة. طب الرسول بيقول لهم يمشوا حافين ليه؟ عشان يحسوا بالناس. فاللي حصل في مصر الفترة اللي فاتت دي شوف أنت على مستوى المشهد السياسي السياسيين ما كانش بيمشي حفاة على المعنى بالشكل معنوي يعني. أيوة. مش معنى مادي حفاة بمعنى ايه انزل الشارع. فكان تفكيري كله ان الثقافة تبقى في الشارع. فجينا هنا وقدرت ان انا من خلال وزارة الاوقاف ووزارة الاثار والتجار والناس هنا الحقيقة الناس رائعين. عندهم حس فني جبار وحس ثقافي رائع. احكي لك حكاية القاعة اللي احنا فيها دي كان فيها كورال هامبورغ الألماني. هي. 40 ولد وبنت وبيغنوا أغاني ألماني وإنجليزي وغنوا الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية كهدية المصري يعني. هي. فحطينا كاميرا هنا ووصلناها بشاشة في الشارع عشان الناس تفرج. فتلم بقى التجار والأهالي والأطفال والناس بتوع المخبز وجات اتنين ستات طالعين من العجين الهدوم بقى عليها العجين وكل حاجة واقفين يتفرجوا على الشاشة تحت وبعدين يتجادلوا تقول لها لا كويس كده تقول لها لا ما يصحش لازم تقول لها المهم قلت لهم هي يا جماعه في ايه فجاءتني احداهما على استحياء وقال لي مش هو صح برضو يا استاذ جمال في حفله حلوه ومحترمه زي دي ان احنا نروح نلبس فساتين جديده ونيجي الله شوف الرقي كانهم رايحين الاوبرا. رحت انا كاتب ده في المصري اليوم قلت احمد نظيف بيقول لناش الشعب ده محتاج لسه مش جاهز للديمقراطية وانه شعب محتاج لسه وقت علشان يتحضر ويبقى مثقف. حقيقة هتلاقي هنا كده بالجينات الوراثية ناس رائعة. حضرتك يعني حضرتك عايز تقولي ان المثقفين والنخبة يوم بعد يوم زادت الجابة بينهم من الشعب أوي. وده اتضح سياسيا أوي. بدون ما نحكي في التفاصيل. أي. فحبيت ده يكون منطقة وسطى جدا بين الناس العوام. أيوة. اللي هم متشبعين بالحضاره من نفسهم الناس اقول لك بجد بقى. أيوة. الناس اللي بجد مش هم كرافطات والبدل والحاجات والمفارقه ان انا كنت جاي من اجتماع في مكان مهم قوي فيه سفراء وفي ناس شيك قوي فيه كان وزير خارجيه ايطاليا موجود والناس
حسيت بغربة، قلت طب وبعدين مش هم دول الناس، هم دول الناس الحقيقيين. هنا بقى الحقيقة لما بيجي واحد زي نويل كوريه ده رئيس صالون الخريف في فرنسا، وفي فنانة اسمها مونيك باروني دي ست عندها 85 سنة جت هنا عملت لسه من شهور بعد ثورة 25 يناير عملت شغل هنا، عملت عرض لأعمالها، وقفت تحت جم الستات الجلاليب البلدي والطرحة قعدوا يطبطبوا عليها ويبوسوها وهي تبوسهم. اولا اللي هي بتتكلم عربي ولا هم بيكلموا فرنساوي ولا هم عمره شافوا حاجه من ثقافتها ابدا انما يبصوا للوحه ويبصوا لها ويقولوا لها حلوه قوي، يعني حاله جميله. انت هنا بتتفرج، اولا يجي مثلا راجل مايسترو نمساوي ببيانو في الشارع يقعد يعزف في الشارع، تيجي فرقه النيل للالات الشعبيه تعزف في الشارع، تيجي المولويه تعمل شغلها، فتلاقي الحاله بقى ما بين تجار واهالي وسياح واللي رايح واللي جاي حالة من الفرجة. أنا كنت بشوفها في فرنسا قدام مركز جورج بومبيدو مشهور قوي للثقافة، كنت أشوف أقول إيه مصر يا جماعة تعمل حاجة زي كده، نعمل حاجة زي الحي اللاتيني. فهو ده اللي أنا بتمناه، إن تبقى شارع المعز وشارع بيت القاضي اللي هو الشارع اللي هنا اللي اتولد فيه نجيب محفوظ يبقى مزار ثقافي سياحي جميل، كل الناس تيجي فرجة جميلة، الناس تيجي تقعد على قهوة حلوة، تقعد تشوف فنانين بيرسموا، تسمع مزيكا، تشوف عرض سينمائي. احنا عندنا شاشه بننزلها على البلكونه دي والناس تقعد تتفرج على سينما وهكذا. طيب الحكايه هنا عايز اقول لحضرتك بخصوص الفعاليات، يعني بيبقى في جدول الناس بتوزعوه بيبقى في ولا هي بتيجي حسب الصدفه؟ احنا مش منتظمين لغايه دلوقتي بس بنعتمد على كل فتره نعمل بينالي دولي. عندنا برنامج اسمه الزائر الدولي، بيجي لنا ضيوف من بره، يعني هنا بتوع الفرنكفونيه الدوليه جم هنا وعملوا ندوه كبيره جدا. الناس بتوع جراند باليه في فرنسا جم اختاروا 3 فنانين يعرضوا في فرنسا. يعني بيحصل كل فتره حدث كبير. غير بقى الورش، مثلا عندنا ورشه الخرده، الخرده اللي موجوده دي ناخدها وفنانين وفنانات الحقيقه، يعني نرمين والدكتوره وهاد دول اتنين عاملين ورش هنا بديعه، بياخدوا الخرده يحولوها بقى لحلقان جميل وعقود وطبلوهات. يعني الحقيقه حاجه بديعه جدا. هو الشارع يعتبر قسم مشترك على كل الاجندات السياحيه، يعني طبعا. كل اللي بيجوا القاهره بيجوا على شارع المعز. ما هو انت النهارده بتدور على المدينه القديمه. انا لما رحت اليابان قلت لهم طوكيو بتاع ما هي شبه الدنيا كلها. يعني قلت لهم فين بقى اليابان؟ فحدش يبصوا لي كده. قلت لهم ودوني المدينه القديمه، فودوني عند فعلا معبد من المعابد القديمه، فشفت الاكشاك والطراز القديم والمطاعم القديمه الصغيره. انت محتاج كده. فهنا في الحقيقه اولا الناس بتوع خان الخليلي دلوقتي عندهم حاله من الاحباط الشديد عشان رهيب. السياحه طبعا. والظروف الامنيه الصعبه دي، كل واحد منهم اسطى وفنان مبدع. اي ضيف بيجي لك هنا خواجه سواء اسبان من استراليا، كان عندنا ناس ينزلوا يمشوا كده يبصوا. اولا عم صابر اللي تحت الراجل القهواجي ده عنده قهوه عباره عن متر في مترين. هو دولاب، القهوه دي عباره عن دولاب في الحيطه وحاطط فيه العده بتاعته وكم كرسي كده صغير يطلعهم ويفرشهم بتاع. قعدوا يرسموا صابر ده وقعدوا يشوفوه بيحضر القهوه ازاي اللي احنا بنعدي عليه ما ناخدش بالنا منه خالص. بس فانت هنا بتستعيد مره اخرى الشخصيه المصريه، زي هنا تشوف الست دي والراجل ده، يعني احنا قدام لوحتين بديعتين. مين اللي رسمهم دول يا استاذ جمال؟ دي فنانه مصريه كانت عايشه في استراليا. انما مش ناسيه انه دول كانوا الفلاحين اللي هي اتربت معاهم في صغرها طبعا، ففضلت في الذاكره لغايه لما جت رسمتهم. ولكن الحياه شكلها متغير بعد الثوره، لسه ما اتظبطتش. سامع صوت الموتوسيكلات، سامع طبعا. صوت العربيات، رغم انه كان ممشى والمفروض ان ما بتخشوش الوسائل دي عشان ندي يفضل المكره ونقو. صحيح. ايه اللي بيحصل؟ اللي حصل انه طبعا الامن بعد الثوره لسه احنا بنحاول نستعيد تاني الشرطه وتاني دور الداخليه كما يجب، الى جانب يعني جمال نيازي هنا المسؤول عن النظافه، ده شخص جميل قوي فله، يعني سايب المكان كله بكل الناس اللي فيه، تحس انه بيتك وانت موضبه بشكل رائع. بعد الثوره حصل حاله كده انه الناس ما بقتش ملتزمه قوي، يعني المفروض العكس. احنا في التحرير كان ايه اللي بيحصل؟ كان الناس بعد ما تمشي بتنضف على طول، حاجه محترمه اللي بيحصل. طبعا هنا بقى لا، ما حصلش ده.
اولا العربيات بدات تدخل، كان زمان مفيش عربيات، انت من باب الفتوح من عند الحاكم بامر الله